الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كناش متوقعين هذه الهزيمه في الميدان ديالنا، ولكن شويه الاخطاء ما كانوش النتيجه ما كتحكيش الناس المستوى ديال اللاعبين. احنا عندنا مجموعه مزيانه، كنتمنوا نقولوا الكلمه ديالنا في قادم الدورات ان شاء الله. طابوا الشباب 3 بوان في خاطر ولات فضاله. فكيفاش مقابلة كانت صعيبة، جينا مدينة صفرو باش نحققوا 3 نقاط اللي تخلينا كنتقدموا في سبورة الترتيب. فالحمد لله اللاعبين كانوا واعيين المسؤولية اللي عليهم، طبقوا التعليمات ديال المدرب. كنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي قدموا مباراة قوية، زدنا هدف في الشوط الأول الحمد لله، خلانا نسيروا مجريات المقابلة، زدنا هدف في الدقائق الأخيرة اللي خلانا نتمكنوا من 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 الفوز بمباراة في الأخير. كنشكر الجميع، كنشكر الجمهور، كنشكر الطاقم التقني، الطاقم الطبي، جميع اللاعبين والجماهير اللي تبعت فريق شباب محمدية. وإن شاء الله كنتمنى مسيرة موفقة إن شاء الله في باقي المباريات. أول شيء الحمد لله على الفوز، لأن الفوز خارج ميدان مهم بالنسبة للفريق اللي كيلعب على الصعود. اليوم كما شفتوا المقابلة سجلنا في أول دقيقة أو ثاني دقيقة، من بعد يمكن الشوط الاول فريق وداد صفرو كان منظم بشكل كبير وقام بهجومات كثير. حنا فريق ديالنا كان راكل الدفاع، لكن الحمد لله كما شفتوا كان تنظيم دفاعي جد ممتاز عندنا. الشوط الثاني حاولنا باش نديروا تغييرات باش نحاولوا نسجلوا الهدف الثاني. كما شفتوا التغييرات كانت كلها هجوميه، جابت الاكل ديالها في العشر دقائق الاخيره عن طريق فتيحي. يمكن غنقول المقابله بالرغم من الفوز ما لعبناش هذيك المقابله اللي كنتمناو، لان فريق وداد صفرو بصراحه لهم كل الاحترام، لان قدموا مباراه كبيره وفريق اللي هو جاته فرص كثير اليوم، كان ممكن يسجل، كان سوء الحظ عندهم. لكن الحمد لله التنظيم ديالنا الدفاعي والقتاليه ديال اللاعبين هي احد اسباب هذا الفوز هذا اليوم. كنهنئ اللاعبين صراحه لانهم هما اللي جابوا الانتصار اليوم. نتمنى ان شاء الله ينساو هذه المقابله، نفكروا ان شاء الله في المقابله القادمه، لان حنا كنشوفوا كل مقابله على حده. الفوز داز دابا ونتمناو ان شاء الله باش نستعدوا للمقابله المقبله ان شاء الله. بكل صراحه ما عندي ما نقول في حق الجماهير في هذه المنطقه هذه في صفرو، وجايين تابعين كل فريق في الدرجه الثالثه، فهذا ما كيبين الا على الحب الكبير لهذا الفريق هذا، ولهم كل احترام وكل تقدير. ونتمنى ان شاء الله يبقوا مساندينا بحال اليوم، وما غيكون ان شاء الله على كل خير ان شاء الله. بسم الله الرحيم. كما شاهد الجميع مقابله كانت صعيبه شويه، ولكن الحمد لله بفضل اللعاب اللي عندنا والطاقم التقني اللي عندنا حقق انتصار، وهذا دليل على العمل الجبار اللي كيقوم به لا المكتب لا اللعابه لا المدرب لا المعيد البدني لا مساعد المدرب. وان شاء الله هذا العام راه غيكون الصعود بهذه الطاقات اللي عندنا وبهذا الفيكتيف اللي عندنا. وهذا نداء الجماهير اللي في المحمديه، كنقول لها جيت ساند الفريق ديالها، حيت هاد الناس مهما جاو الفرق راه باغيين يخدموا الفرق. وهاد اللعابه اللي كاينين راه اغلبيتهم ولاد البلاد، وحتى اللي ماشي ولد البلاد هو راه ضربان النفس على الغيره على المحمديه باش يحققوا هذا العام الصعود ان شاء الله. نطلبوا من الله يوفقنا، حنا راه كنا مع الشباب وكنا شبابين.